صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وكالعاده بنبداوا معاكم بسؤال حلقه جديد زي كل يوم. سؤال الحلقه النهارده الحقيقه يعني قريب لقلوبنا كلنا، الاكل. حسب الدراسات بتقول انه الاكل قبل النوم مباشره خطر، ده غير طبعا ان هو بيزود الوزن وحاجات كده كتير. لكن اكيد في اكله كده يعني لما بنلاقيها موجوده، والله بقى لو قالوا لنا حسب اي دراسات في الدنيا بناكلها برضو وبنخش ننام عادي جدا، احنا ممكن نقوم من النوم عشان ناكلها عادي. فده سؤال حلقتنا النهارده، ايه هي الاكله اللي ما تقدرش تمسك نفسك قدامها حتى لو قبل النوم، ولو عرفت ان هي موجوده او بتتقدم يعني حد بيعملها حلو، موجوده في مكان، اي مكان كده ما تقدرش تمسك نفسك قدامها. هسال عبد الصمد. ايه صباح الخير يا شوم. صباح الخير. لا هو في الحقيقه بص انا عاوز اقول حاجه الاول. فكره الدراسات اثبتت، انا بقى الموضوع ده عندي فيه حيره. لان في دراسات ما بين، او هتلاقيني واقع ما بين كده محتار ما بين دراسات بتؤكد دايما على فكره ان الاكل قبل النوم هو خطا وعاده صحيه غير سليمه بالمره وبتؤدي الى السمنه المفرطه، واحنا عارفين الدراسات دي كلها وعارفين الكلام اللي بيبقى موجود فيها، يعني خلاص تحسي كوبي وبيست. طيب وفي دراسات اخرى بتقول، وانا بقى بروح للدراسات دي طالما تتفق طالما تتفق مع وجهات نظري وميولي واهوائي في الاكل. الدراسات الثانيه بتقول ايه؟ المشكله كلها في كميه السعرات اللي انت بتاخدها، فدي لو زياده عن متطلبات جسمك يبقى في بالتالي الباقي هيتخزن وهتتخن. طيب فانا بقيت اشوف جسمي بيحتاج سعرات قد ايه؟ احمد خليني بس افهمك، والله والله هتتبسط منه وهتمشي معايا. في ناس كتير هتايدني في اللي انا بقوله. فوليكن مثلا انا جسمي محتاج 1000 سعر حراري. ال 1000 سعر حراري دول بيتوزعوا على مدار اليوم. فانت ليكي في اليوم هاكل ال 1000 سعر حراري دول، كلتهم بقى الصبح، كلتهم بالليل، خلاص؟ بس المهم لو هاكل بالليل، يعني خلينا نتفق بقى اتفاق بصراحه، لو هاكل بالليل يبقى اكل صحي وماكلوش قبل ما انام بساعه او ساعتين على الاقل. اقتنعتي؟ لا. طيب اروح للاكله بقى ده اللي انا بحاول، لا ده اللي انا بحاول امشي عليه. فيما عدا القاعده دي بتضرب في حاله وجود ماما في البيت. لا ربنا يخليك. لان انا عندي والدتي انا عندي والدتي بتعمل كافه انواع الاكل، حلو وحادق ومعجنات، يعني اللي انت عاوزاه كله بقى، حدث ولا حرج زي ما بيقولوا هنا. ايه انا كاحمد بضعف قدام ايه؟ انا بضعف قدام الحلويات ودي الكارثه. دي كارثه. يعني انا ممكن افطر اتغدى اتعشى شوكليت كيك، تشيز كيك، اي حاجه عارفه فيها شوكليت فيها. وهي دي المشكله، ان هي القطعه الواحده اصلا بتبقى 4-5 اضعاف سعرات الحراريه اللي انت محتاجاها. الحلويات بتجوع كمان تانيه يعني اكتر كمان. فبحاول قدر الامكان ان انا مؤخرا بقى بحاول ان انا امسك نفسي شويه كنترول على الموضوع ده. والمشكله بس في الكريفنج اللي بيجي لك بالليل بقى. لما انت تبقي متعطشه ومجرد تدوقي حته صغننه كده من الحلويات دي فخلاص الموضوع بيضرب معاكي. فبحاول ان انا قدر الامكان امسك نفسي من تناول بقى الحاجات اللي هي الحلوه دي بالليل. ومؤخرا بقيت الحمد لله انجح في ده، لا انا همسك نفسي اكلها الصبح، اخليها في الفطار والحمد لله ماشي. يعني حلويات اجابتك؟ الحلويات. انت بقى صح. بص بقى بقول لك حاجه. قولي بس خليني على الدراسات، الدراسه اللي انت تحدثت عنها تحديدا يعني. لا هو فكره ان انا يكون مثلا محدد ليا في اليوم 1000 سعر حراري صحيح، ما ينفعش اكلهم مره واحده بالليل، بالعكس لازم جسمي يبقى بيتعود على الحرق، يعني لازم اكون مقسمه وجباتي حتى لو ليا سعرات حراريه محدده لازم على مدار اليوم قبل النوم. دي برضو بالعكس بتزود الوزن. لا انا مش باخدهم كلهم مره واحده بالليل، بس انا بتكلم ان انا اوزعهم على مدار اليوم. طبعا يتوزعوا بس طبعا، في النهايه اخد احتياجات جسمي فقط. بحاول ان انا اعمل ده. اما بقى بالنسبه للاكل هقول لك على حاجه، انا بحب الاكل جدا، يعني الاكل مين ما بيحبش الاكل، يقدر ان هو يتحكم في الحالة النفسية والمزاجية ليا بقية اليوم، يعني فعلا يقدر يعمل ده. ولو كمان بقى يعني لو جعانة وكلت أكلة وحشة بزعل قوي، يعني بتضايق حقيقي. صحيح. بس لو هنتكلم على الأكل قبل النوم الحقيقة، يعني بعيدا عن الدراسات بقى وبعيدا عن كل الكلام ده، أنا بقالي فترة لما باكل قبل النوم مباشرة يعني كلت ودخلت نمت بصحى فعلا بطني وجعانة، يعني بجد بصحى تعبانة فعلا. ف يعني مش هخش في الحتة دي قوي، بس انا اقدس التخصصات،
يعني مش هقول لك ورق عنب مثلا في المطلق، ورق العنب بتاع ماما. مين عارفه مين يعني بيعمل ايه كويس؟ اللي هو النهارده بتاعه ماما، الحمام بتاع جدتي يعني فاهم، الكشري بتاع مامت واحده صاحبتي طنسوسن طبعا ربنا يعني يخليها، كشري خطير. نطلع بعد الحلقه نشوف طنسوسن ده قبل النوم بقى، اول ما تصحى الصبح تفطر بيه اي مكان بقى. فانا بحب التخصصات قوي، فممكن يعني مش دايما يعني، بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اعملش الموضوع ده عشان فعلا انت ذواقه يا زمانة بصراحه يعني. لا أنا انت في الاكل انت بتفهمي في الاكل. بس الحمد لله انا ماليش في الحلويات، دي نعمه من ربنا والله. لازم ماليش في الحلويات، تصلي وتدعي بسبب ولازم برضو اشكرني لسبب واحد، ان انا الحواوشي بتاعي برضو. نجرب ونقول نجرب ونقول خلاص كده يعني كده، احنا بعد الحلقه نجرب. هو اللي بيفيدني في الموضوع ان انا ما بعملوش بس يعني، لا يعني ما بعملوش، لا ما بعملوش كتير، انا ما بحبش المطبخ قوي يعني، يعني بعرف اطبخ كويس بس مش من هواياتي الطبخ، فعارف بحاول ان انا يعني على قد ما اقدر ما ادخلش المطبخ عشان انت عارف اكلي حلو جدا. انا عارف يعني على اي حال دي كانت اجاباتنا. بالنسبه لاحمد الحلويات بيضعف قدامها جدا قبل النوم برده في اي وقت في اليوم، وانا في ليست كده يعني ما اقدرش الصراحه اجادل فيها، ممكن اضيف لها الفسيخ برده. اشهد ودي المفاجاه اشهد ودي المفاجاه للأسف. اشهد ان جمانة في احد الايام فطرت فسيخ ورنجه اشهد طيب على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه الاكله اللي مش ممكن تمسك نفسك قدامها في اي وقت في اي مكان بقى؟ احكوا لنا عن الاكلات اللي انتوا بتحبوها، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم وهنستعرضها مع بعض خلال حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.